السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بكم. دائما أبدا تبقى عمليات النقر واللسان من أهم عمليات النجارة، لأن هي طبعا بتحتاج لدقة وهي اللي بتحدد مدى جودة المنتج زي ما قلنا قبل كده. النهاردة إن شاء الله من خلال الخامات المتاحة عندك في الورشة هنقدر نعمل منزلق خاص بالراوتر تقدر من خلاله تعمل نقر ولسان بشكل دقيق وبشكل متكرر، وإن شاء الله يكون فيه استفادة. نجيب الراوتر، وده نوعه اللي حابب يعرف نوعه اهوت. هبدأ افك القاعدة دي كده واخد القياس بتاع القطر بتاعه باستخدام القدمة ذات الورانية. قطعة الخشب دي طولها حوالي 43 في عرض 16، طبعا العرض على حسب عرض الراوتر اللي عندك. هنركب هنا قطعة الخشب دي بالمنظر ده، وهنحط القواعد هنا بالشكل ده، والراوتر هيركب كده. الجزء المتفرغ ده اللي منه هتتحرك لفوق ولتحت. بعد ما ثبتنا القواعد هنبدأ نقلبها كده ونثبت المفصلة. نجيب مفصلة صغيرة أو أكبر من دي المتاح ونثبتها بالمنظر ده كده. طبعا يفضل إن أنت تستخدم مفصلة أكبر من دي، ولكن لظروف الحظر أنا معنديش غير ديت ومحدش طبعا عارف لا يروح ولا يجي، فهنستخدم الصغيرة دي. وعشان المساحة دي صغيرة هدعم الثقوب دي بإن أنا هضيف السوبر جلو أخليه يدخل جوه الثقوب ديت وأخليه يتغلغل جوه الخشب بحيث يدعم الجزء ده شوية يعني. الجزء ده اللي هيركب هنا كده، ولكن في نقطة مهمة، وان المسمار لما نركبه من هنا المسمار ممكن يلف بالطريقة دي، فبنحط الخشبتين دول كده عشان المسمار يسقط بينهم ويتحرك كده وما يلفش. تمام، بالمنظر ده كده. الجزء ده اللي هيشيل الراوتر مطلوب ان هو يتحرك لقدام وللخلف ويروح يمين ويروح شمال، فعشان كده هنحطه على قطعتين خشب بالمنظر ده. تمام، اول قطعة دي المفروض تتحرك كده للامام وللخلف. تمام، والقطعة التانية دي المفروض احط لها قاعدة لسه تتحرك يمين وشمال، فعشان كده باستخدام الراوتر هاجي على قطعة الخشب الأولى وأعمل فيها من هنا مجرى كده ومجرى كده، ونفس المجرتين دول أعملهم هنا وهنا بحيث تتحرك للأمام وللخلف. والقطعة التانية دي هعمل فيها مجرى بالطول كده وكده عشان تتحرك بالطريقة دي كده. ركبنا هنا الكاستير، عملنا ارتفاعه 0.5 سم بحيث اعمل المجرى او الحفر اللي هنعمله بالتدريج، وظبطت المسطرة على بعد حوالي 7 سم. كده عملنا الافريز او المجرى ديت، ودي قطعة خشب بالصدفة موجودة من كرسي قديم، هنركبها بالطريقة دي كده. طبعا هنثبتها، وبعدين دي القاعدة اللي فوق هتتحرك بالطريقة دي كده. بعد ما ركبنا المجاري اللي بالعرض هنبدأ نعمل المجاري اللي بالطول باستخدام الراوتر.
انا استخدمت في القاعدة الخشب ده عشان يكون ناعم في الحركة. هنركب دي القاعدة دي كده. طبعا لو في يعني الحركة مش حرة قوي هتستخدم طبعا الصنفرة في المجاري بحيث تخلي حركتها الى حد ما سهلة وسلسة. لو بصينا هنا كده هنلاقي فيه بوش خفيف حوالي يعني 1 مللي كده. البوش ده عشان نتخلص منه هنظبط الخشب الاول كده، وبعدين نجيب قطعة خشب ونثبتها كده بحيث تبقى في محاذاة المجرة، وبعدين اثبتهم الاتنين مع بعض بقطعة خشب بالمنظر ده كده. هنبدأ نثبت الجزء العلوي ده هنا بالمسامير. الجزء ده عشان مثبته في 12 مللي، فانا حطيت زيه هنا 12 كده بحيث اوازن الارتفاع. بعد كده هنركب الراوتر بالطريقة دي كده، وبعدين في افيز اللي هو ده كده نلاقيه عند محلات الادوات الصحية اللي هم بيبيعوا المواسير بتاعت المية. هنركب واحد كده واحد كده، هو الاتنين دول على بعض افيز واحد. فاكرين الدواير اللي طلعناها من قواعد الراوتر في بداية الفيديو؟ الدواير دي ممكن استخدمها كمقابض لتحريك الراوتر، ولكن هضطر ان انا اوسع لها شوية من هنا كده عشان حرية الحركة. نكتفي بهذا القدر عشان ما يكونش الفيديو طويل. ان شاء الله الجزء الثاني خلال يوم او اتنين هيكون موجود على القناة، وبعد كده هيكون موجود في شريط الوصف وفي اول تعليق. تنساش تدعي لي بالتوفيق. اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.